من الأشياء اللي الناس تقرف منها وإنت تأكل تمر عندهم، أولاً العادة إنك تأخذ تمرة تأكلها، إذا أكلتها تيجي تأخذ النواة ترميها، يدك تكون فيها بعض من اللعاب أو من ريقك. طيب هذا ترجع مرة ثانية تأكل التمر، الناس تقرف من الشغلة هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وهي سنة مهجورة، لازم نتعلمها، لازم نتعلم كيف طريقة أكل التمر ونعلمها أهلنا ونعلمها أولادنا بالطريقة هذه. أنا الآن هذه التمرة قلت بسم الله، أوكي. بالطريقة هذه سنة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة هذه، وأبدأ أنزلها وأبدأ أخذ يدي ما فيها أي لاري ولا أخذ مرة ثانية. هذه الطريقة سنة مهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموها وعلموها وانشروها.